شبابنا وينهبون اهاليتنا وينهبون فلوسنا وينهبون خيراتنا والوطن، يعني انت ترضون بالذله، انتم الشباب لازم يكون عندكم احترامكم جنسيتكم من ضمن الوطن، يعني
احنا بلد غني بما فيه الكفايه، لازم يعني كل انسان يعيش احسن عيشه، مو هيك ذله. لامتى يعني ترضون؟ اذا انت الله ممكنك ومعطيك كل شيء ومعطيك فلوس والله ممكنك من كل النواحي، اكو شباب يعني حصل عليهم الخبزه، اذا ما تفكر بغيرك يعني فكر باش عقبه جهالك، باش عقبه احفادك اهلك شلون. احنا نطلب من اهالي بغداد دعم الاخوه المتظاهرين هنا، دعمهم من كل النواحي ليس فقط لوجستي، دعمهم في وقف مع المتظاهرين، لان يشوفون هذول المتظاهرين هم ابنائهم، هو اخوانهم، هم اخوانهم بكل حاله، فهم اللي بالاخير راح يقولون هم المستهدفين، الشعب كله مستهدف مو بس المتظاهرين اللي هنا. احنا التصعيدات اللي متواجده مع الشباب راح يكون بعد اكثر واكثر من اللي جاي، اذا ما استدارت الحكومه وقررت واعطت المطالب وحق المطالب للشعب العراقي. يجب ازاله هذه الحكومه من كراسيها. يا اخوان احنا ما نريدهم، على شنو ملتزمين الكراسي؟ على شنو هذا الشعب وهي الضحايا؟ هاي الحكومه التعبانه؟ اين هذا الفساد؟ يعني هاي الاولاد؟ صوروا الضرب. هاي امام عينك، دا تشوف هذا حال الشباب. الاوضاع اللي صار تضامنا بالمنوال لطلب محافظه ذيقار، الشباب سووا تهيئه لقطع الطرق المؤديه الى جميع المحافظات، اللي هو شل حركه بغداد السريع محمد القاسم، اذا مبين وراي هسه. صعدنا بالبدايه مقدم من وزاره الداخليه اللي بالباب ذاك موجوده. اي فقال انسحبوا يكون افضل لكم حفظا للسلامه، لان ندري راح يطب طرف ثالث. قلت له اذا انتم تدرون بالطرف الثالث، قال لي بس ما نقدر نتحكم به. اذا هنا صار الحكومه تابعه لاحزاب تقودها، وزاره الداخليه اللي هي العمود الفقري مال وزارات العراق. بعدين اجى العميد قال انتم خلق 50 نفر ترحون لا فشورة يعني كلش قوي. وبعدين لا شغب ولا احزاب ولا كذا، الاتحاديه نفسهم، وهاي اثباتات موثقه عندنا. ثانيا طلقوا غاز السارين، هذا محرم دوليا، الكفر مالته مال مسيل الدموع، هذا اذا شميته اكثر من 70 ثانيه ورا 4 سنين راح يشكل عندك شلل نصفي عفوا زين، وبقيه الاشياء اخرى العقم وغيرها هواي تفاصيل بها زين. الرصاص الحي بالمناسبه اليوم من الصبح لحد هدا عندنا 2 شهداء وثالث حالته خطره مع 6 مصابين، هذا دم اخر شهيد قبل دقائق. تصعيدات والله كل ما تستمر يدخلوننا، لان الناس سلميين ما يحملون حتى لا مصياده لا مالوتوف اللي يسموه لا بمبات لا غيرها، تجي الاحزاب مندسه يطون الجماعه من غير جهه ويصير اشتباكات من عمال التفاصيل، بس ان شاء الله مستمرين بسلميتنا ونحاول نحقق اي شيء اللي نريده للشباب. احنا دورنا هنا ان نسعف الجرحى اللي قاعد يصابون، مجرد انهم طالبوا بحقهم. الحقوق البسيطه اللي باقي الدول هي شيء تافه بالنسبه لهم، بس بالنسبه لنا حقوق كبيره، مثل حقنا احنا كطلاب لما ندرس هاي كل هاي السنين لاقي تعيين. حقنا انه احنا بلد النفط، بلد الحضارات، عندنا ما شاء الله نسوان كبار بالعمر قاعدات يبيعن وجدا ما عندهم راتب، اللي هم من عوائد النفط اذا طلعوا نسبه 10% راح تنحل ازمه الفقر والتجاوزات وكل هالسوالف راح تنحل، واحنا ما عندنا هذا الشيء، مستمرين دائما راح نظل ونظل نصعد بيها وراح نبقى لحد تحقيق المطالب، لان احنا اعطيناهم 3 اشهر، بالثلاث اشهر هاي كانوا يقدرون يغيرون العراق 180 درجه، اللي احنا بعشرة ايام غيرنا مكان مهجور، كان مجرد يفوتون منا سيارات الى تحفه فنيه، اللي حولنا جدران كانت خربانه الى لوحات. احنا هسه ما نطلب من عندكم بس وقفتكم ويانا، وقفتكم هي تسندكم، تسندنا احنا، واحنا نتعب وصلنا اكثر من 90 يوم، احنا هنا عارفين اهالينا ومدارسنا ومضروبين ومعرضين حياتنا للخطر، على مود اني وانتم واولادكم يعيشون بمستقبل زين وبحياه كريمه.
احنا طلاب وشباب وبنات ملينا 16 سنه قاعد نطالب بحقنا ما قاعد يعطونا اياه، طالبنا بيه بكل الحالات السلميه واللي هسه بعدنا سلميه، بس قررنا انه نعتصم، نبقى بمكان نعتصم بيه حتى يعرفون مطالبنا ويحققوها. صديقه بدايه تتحدث لنا عن الاوضاع اللي متواجدين هسه انتم كمتظاهرين هنا. والله يعني اليوم انا من الصبح تقريبا من حوالي 11 10 ونص هنا، يعني الشغب وهاي دا يضربون دخانيات هواي، توقفوا تقريبا 3-4 ساعة هيك شيء، بس وراها رجعوا يضربون اصلا رصاص حي، يعني ما ضربوا دخانيات. فعندنا حتى خطيه ولد هواي استشهدوا، ومسعف جت طلقه براسه. احنا نتمنى كل مناطق بغداد تطلع، يعني شلون المحافظات كلها طلعوا ايد وحده، احنا بنتمنى بغداد تطلع على مود يصير زخم اقوى، على مود نقدر نسوي تصعيد سلمي، نقطع الطرق، على مود نضغط على الحكومه اكثر واكثر على مود تلبيه المطالب. نحن تصعيدنا السلمي اكيد حيكون قطع للطرقات، ما راح يكون هناك يعني اي خروقات او مثلا حرق او تخريب، لا احنا تصعيدنا سلمي ومحافظين على سلميتنا ايش قد ما صار قمع مال الدوله قوي. المتظاهرين سلميين والقمع جاري عليهم وكلش قوي، ويعني طلقات مسيلة، الأطلاقات الحية، شهداء هواية، جرحى هواية، هواية ضحايا من البارحة إلى اليوم، خاصة بعد التصعيد اللي صار. هاي التصعيدات اللي طالبوا بيها عبر التواقع الاجتماعي التواصل من الحكومة، الحكومة ما نفذت أي مطالب للمتظاهرين السلميين المدنيين اللي هم هسه يقمعونه بأسوأ أنواع القمع والغازات اللي ما تتوقعها، أضافة إلى تدخل غير الشغب هم الضرب. مستمرين إن شاء الله بالاعتصامات والقمع موجود، وهاي قدامك وداي ينضربون الولد والله المعين. والله الشغب دا يقومون بقمع المتظاهرين وغاز مسيل الدموع واطلاق حي مثل ما تسمع حاليا، وان شاء الله المتظاهرين صامدين وان شاء الله نبقى صامدين وما نتحرك الا بتحقيق المطالب باذن الله. نوصلها الرساله، نوصلها انه احنا طالعين نطالب بحقوقنا، حالنا حال اي مواطن يريد حريه، يريد وطن يعيش بسلام وامان مثل باقي اي دوله عايشه بخير ونعيم، ما طالبين غير بس حق كمواطن عراقي. اتمنى من كل بيت عراقي شريف ببغداد انه ينزلون ويطلعون وين اخوتهم المتظاهرين. ان شاء الله يا ربي تبشر بخير، وان شاء الله الفرج من الله، وان شاء الله هاي المظاهرات تكون يا ربي عاقبه خير على العراق باذن الله، بحيل الله يا رب. جاي ساند اخوتي المتظاهرين في ساحة المتظاهرات في بغداد، واتمنى من اخوتنا في بغداد انه يجون يساندون اخوتهم اول الساتر، وان شاء الله ما يعرفونهم، ان شاء الله نصير ايد واحده وشعب واحد، وان شاء الله متكاتفين، ان شاء الله اخوان سنه وشيعه ما نعرف هذا البلد من 2003 لهذا اليوم. احنا شباب مظلومين، لا تعيينات لا توفير لهاي الشباب، يعني احنا مظلومين. النفط مالتنا جاي يروح للخارج، احنا ما مستفادين من يمه، وهذا الشعب لا بنايات لا شيء لا مؤسسات تعين هاي الشباب، مظلومين من 2003 لهذا اليوم. احنا كمتظاهرين ما نريد الفساد ما نريده بالبلد العراق، يعني من 2003 هذا الشيء اللي خذوه من العراق يكفيهم بعد 30 سنه، يكفيهم اكثر. اشتركوا في القناة.
بطل لا تركوا عليك يا بابا عليك يا بابا عليك يا بابا كل من يبيهم اليوم صراحة جسر محمد القاسم صارت في مناوشات هواية من قبل المتظاهرين ومن قبل الشغب. تلقي فترة يكون السيطرة من المتظاهرين السيطرة على جسر محمد القاسم قطع الطرق. طبعا القطع الطرق هو شيء سلمي، تصعيد سلمي من المتظاهرين، ما مطلوب من قوات مكافحة الشغب. قوات مكافحة الشغب ردوا على المتظاهرين الطلق حي، صوبوا هواية متظاهرين، استشهد على المتظاهرين. الآن بدأوا يردون عليهم بقنابل الدخانية، قنابل الدخانية من بداية الجسر، من نهاية الجسر. الآن رجعت قوات مكافحة الشغب، فتحت الجسر، حركة العالم. احنا كل اللي نتمناه انه دعم من اهالي بغداد، خروج الكل ويانا. هذا الشيء المتظاهرين اللي دا يسووه مو بس على مودنا ولا شيء، على مود الكل. التصعيد السلمي اليوم هو الحل اللي حتى نوصل رسالتنا للحكومة، نوصل صوتنا. اكثر من 3 اشهر المتظاهرين ينادون يطالبون حقوق، ماكو واحد يستجيب لهم. اليوم التصعيد السلمي هو خطوة ثانية للمطالبة بحقوق المتظاهرين. اليوم المتظاهرين الخطوات التصعيدية اللي اتخذوها مبدئيا هي قطع الشوارع. قطع الشوارع هو شيء كاف لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية ماكو شيء دا يسوي غلط. استمرار الدولة كانت نفسها الدولة العراقية والحكومة هي مستمرة بقطع الشوارع أكثر من 16 سنة. اليوم المتظاهرين ما يسوون شيء جديد. هاي انت حاليا احنا دا نصور، انت لا تسمع الاصوات، دا تسمع قوات مكافحة الشغب شنو اللي دا يسووه، شنو اللي دا يردوا بيه عن المتظاهرين. كل المطلوب من اهالي بغداد من كل العراق الدعم، ما مطلوب شيء غير الدعم والمساندة، اذا كان على مستوى الطلاب على مستوى الاهالي الدعم. ما اعرف والله، ترى المطالب كلش بسيطة وواضحة. ما اعرف ماذا من مشلبين في المطالب، ما اعرف يعني يوميا موت 5 7 10 20 100، ما حد يهتم لهم. منعدى الخطف ومنعدى السوالف اللي ما نعرفها، التعذيب والترهيب، كل شيء شفنا. هي هاي التصعيدات. هسه احنا ايش رايدين من عندهم؟ ما تقول ايش رايدين من عندهم؟ ذبحونا والله العظيم. مطالب كلش بسيطه ومقدور عليها وزايد. صار 3 ايام حتى محاصرين، لا ما لا اكل لا شرب، يعني تحاصرنا. نريد وقفتهم هسه، ما يجون بس خلي يدعمونا باكل، يدعمونا بادويه، كل شيء ما نريد من عندهم. خليهم نايمين بس احنا ما اقدر اعوفهم. شلون انت متواجده؟ ما اقدر اعوفهم، لان انا ذولا اعتبرت هاي الشباب عائلتي، لان انا ما عندي عائله. هاي عائلتي انا وياهم 3 اشهر بالحديقه، وانا معروفه على مستوى معالي العقابي. ابوي يحفظك. وما اريد اي واحد وما اخاف. ولاقيتهم هسه، والقاعد يضرب وينا 3 نجمات، وقاعد يضرب ولدي بلدي، واحنا وياهم نتواجد البارحه من 12 بدل رمي لحد الان وما مستمرين ويانا. ليش الدم السايل مال الشباب؟ ليش ما يطلعون؟ خلي يحسون على روحهم النايمين بالبيوت. نسوان قاعد تقود الثوره. الاوضاع ابد مو زينه، يعني حتى رمي حي موجود، والرمي حي كانت سيارات واقفه من يم الجمله العصبيه، واقفه من ذاك جهه الجسر من هنا ومن هنا، يعني رمي من 3 جهات. وقعوا شهداء، بعدين انسحبوا، وهسه جو قوات مكافحه الشغب يضربون دخان. يعني واحد شو يسوي؟ نطلب من عندهم النزول، نطلب من عندهم الدعم، دعم ادويه، دعم مي، لان احنا على ادويتنا وعلى المواد الغذائيه الموجوده كلش قلت، كلش صارت شحه بالموضوع. فيا ريت انه اللي يقدر يدعم خليه يدعم ولا يقصر. صار قطع الجسر محمد القاسم،
وبصعوبه دا ينقطع، يعني ساعه لنا ساعه لهم، ساعه يتقدمون بالقوه علينا وننسحب وما رافعين بس اعلام، يعني واحد يشرف على غير العلم. والله مثل ما تشوف المتظاهرين السلميين، اما تقول لي لكل فعل رد فعل. هذه التصعيد اللي 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 تعمده المتظاهرين ليس لإذاء احد، لا نريد أذية احد ابد، ما نريد قطرة دمع عراقية عزيزة علينا يا ناس، ولكن هذه التصعيد يقول لك انا قاعد غلس علي، لبسني يعني بالعراقي لبسونه، يقول لك يجوعون يتعبون يرجعون وغصبا عليهم يرجعون، واحنا قاعدين هنا وهم قاعدين هناك والسلام، والاغتيالات على صفحة والتهميش والحملة الشرسة الإعلامية، هاي كلها ممكن أن تضعف المتظاهرين، ولكن المتظاهرين شو يسوون؟ رد على هذا شو يسوي؟ صعد. إما التصعيد لا نقصد به أذية أحد، لا والله لا والله، وأنا أدري وعلى تماسي المتظاهرين كل واحد ما يريد أذية الثاني، ولكن حفاظا على 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 الدماء العراقية، إما نخاف، لا والله لا نخاف، لن نخاف. وأي وأقول لك شغلة خلي يفهموها، والله 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 لو القضية قضية موت، أنا الماثل أمامك هنا أقف على جسر الجمهورية وخلي أي واحد من الشغب من القوات الأمنية يجي يعدمني. نريد نوصل رسالة إلى أهالي بغداد للمشاركة فقط، للمشاركة فقط، المشاركة بهذه الدعم هذه التظاهرات. رحنا على الجسر مناك عليهم، صعدنا على الجسر مال السريع، رحنا هيش أخذنا فسدينا مناك الطريق عليهم، النوبة ما ندري رجعونا مننا، من رجعونا مننا رجعنا لهم، احنا حصرونا مننا ومننا، نزلونا على الجسر قالوا نزلوا نزلوا نزلوا، احنا نزلنا عود قالوا ما نسوي لكم شيء، وظلوا يضربون علينا دخانيات، ولزموا من يمنا جماعة هناك تقريبا بالثلاثين أربعين واحد لزموهم هناك، ظلوا يشمرون بهم يكثرون بهم ويشمرون. القاعد بالبيت إذا بي خير يجي هنا، إذا ما بي خير ما رايد منه شيء، بس خلي يسكت، احنا ما رايدين منه شيء، احنا شعب يعني ايش طالبنا؟ طالبنا بيمن؟ طالبنا بس بحق، اللي طالب بحق هيك يسوون بي؟ ما ردنا شيء احنا ترى، يعني هاي العالم جاي تموت على شنو؟ ليش؟ أرد واحد بس يفهمني يقول لي ليش هاي العالم جاي تموت؟ بس على موت حق طالب؟ احنا اللي مواظبين عليه كنا، احنا مستمرين، لا راح نرجع ولا راح نقل ولا ابد، هذا عددنا. واللي ومن من من انت تقل الواحد قد يكون اكو عالم عندهم شغل فما يقدرون، يقعدون من الشغل ويجون، ان شاء الله الجمعه والقادم افضل ان شاء الله واكثر هاي العالم. جهت هنا لاجل اسعاف اخوتي هنا اللي مرابطين بساحات التظاهر، مظاهراتنا مستمره ان شاء الله الحين تحقيق المطالب اللي مشروعه اللي ضد المتظاهر. اطلب من الجميع، من جميع الغياره، انه يجون مساحات تحرير مسانده اخوانهم، كافي ظلم، كافي سكوت عن الحق، طلعوا هنا تعالوا اخذوا حقكم، كافي ظلم، كافي. ايوه احنا حتى وين الضربه ورجله بالمصير؟ صوتيه، لا صوتيه 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 طقت برجله، هاي الرجله كلها طارت عليك، بس العب ما تشوفها حتى من وين كان. نريد من يومهم يطلعون يساعدونا شوي، يدزونا دعم، يعني هسه اكثريات اقليات النساء جاي يطلعن والشباب قاعدين، يعني جاي يرمون علينا، جاي يخنقوننا، جاي يذوننا، وعلي الله شاهد، ها شوفوا جاي يطقوننا، وهسه بنيه هنا طقت برجلها وخذوها، يعني طلعوا شوي ساعدونا، ما راح نسوي شيء ونخرب، وهاي راح نظل، هاي ظلتنا، يعني هم جاي يطقوننا احنا ظالين، لا مسدس لا شيء شايلين، ظالين، هاي ظلتنا، شو يسوون؟ خي يسوون يقتلوننا، هذا خلنا نروح شهيد ما يخالف عادي، احنا سلميه. والله نريد مي واكل وبطاطين، يعني بطاطيننا خربان، مخاط لثام جفوف، مغذي نحتاج غراض هواي، يعني ان للشباب، يعني واحد يختنق يخلي له مغذي، كمامه، خوذه، يعني هواي جاي طق بروسهم، نحتاج خوذ، نحتاج لثامات، نحتاج جفوف، احذيه، اذا تردون جيبوا. شو عندكم؟ طلعوا من البيوت اهل بغداد، جيبونا من البيوت، رحمة الوادي كام. أحب أوصل رسالة لأهالي بغداد أن يساندون مع أولادهم وأولاد أبناء شعبهم اللي منتفضين بساحة التحرير وساحة الطيران، اليوم محتاجين دعم العائلة العراقية، الأسرة العراقية، الأمهات، الأبناء، الآباء،
كل واحد عراقي غيور أن يدعم هؤلاء الشباب، لأن هم طالعين من نفسهم، طالعين لخدمة بلدهم، لخدمة شعبهم، يردون وطن. يعني كافي كافي استهزاء من هاي الحكومة، أريدهم يلتفتون على هذول الشباب. ليش يقتلوهم؟ شنو نسوين؟ شنو مطالبهم؟ مطالبهم مو تعجيزية، مطالبهم هم بلدهم وشعبهم وأبناء شعبهم كلهم، ليس مطالب شخصية. احنا مو بس نطالب الأهالي العراقيين وبكافة المناطق، أيضا الأمم المتحدة. ليش هيك ساكتة؟ ليش تسكتة؟ خلي تجون يشوفون الشباب، يشوفون المنظمات الدولية اللي توقف ويا هؤلاء الشباب. ليش القتل والغاز المسيل للدموع والبمبات؟ تعال شوف الأطفال والشباب كل ساعة واحد يوقع. ليش؟ ليش احنا ناشد ونبقى ناشد ومطالبنا واحدة وما نتركها إلى أن تتحقق مطالبنا؟ ومطالبنا ليست تعجيزية لا من البرلمان ولا من الحكومة ولا من رئيس الجمهورية. مطالبنا واحدة هي الحفاظ على هذا البلد من الفاسدين من المفسدين. نريد بلد آمن مستقر نعيش بأمان واستقرار. هذا الشاب الشي طالب بس يطالب بوطن يعيش به بأمان واستقرار. يعني هذا المطلب صار تعجيزي؟ ليش؟ انتم مو عندكم اولاد؟ مو عندكم عوائل؟ ما تخوفون عليهم؟ ليش هذول مو ابنائكم؟ مو مخربين؟ اللي يقول عليهم هو المخرب، هو الفاسد، هو الحرامي. هذول ها اشوفهم بعلمهم، باصواتهم، كل شيء ما عندهم. بيش يقاتلون؟ قاتلون باصواتهم، بعلمهم، مطالبهم وحده. احنا مطالبنا وحده، الشعب العراقي متوحد، بس الحكومه اللي طائفيه، الحكومه اللي ما متوحده بيناتهم. احنا نريد مطالبنا وحدة ومساندة ويا هذول الشباب، يساندهم العائلة العراقية من أي واحد من أي مكانة، يساند هؤلاء بالدعم بأي شيء يساندهم. هجموا 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 كمسعفين لجل هاي العالم وجاي نخدمها، جاي نضحي بشباب بعمر الورد. اوكي هاي الشباب يعني ما تقولين سلمية، هي لا شايلين سلاح لا شايلين عيش، شايلين علم العراق. هو دا يضربش ودا يكتل بالعالم قدامك. هذا الحدث ودا تشوفين انت العالم، دا تشوفين الاسعافات، ودا تشوفين ايش قد الشهداء جاي توقع. ثاني شيء احنا كلياتنا مصولين من يمه، ثاني هذول اللي دامون عايفينه. اطلب من يمهم انا كل شيء ما ارد من يمهم، بس لا يداوم، لان هو من داومه دا ياثر. هو لا اشطر مني ولا احسن مني، انه هو دا يداوم واحنا قاعدين ببيوتنا وجايين نرسب على مدلج هاي العالم. اريد وقفتهم بس يم اخوتهم. شوفون هاي اخوتهم كلها واقف، اريد العراق يوقف يم اخوته لا اكثر ولا اقل.
حاليا اهم شيء ما نحتاج شيء يعني غير الدعم اللوجستي، نحتاج انه نتكاتف، انه نقف ايد مع بعض، يعني اللي باقيين بالبيت الموظفين خلي يساندونا شوي، يعني احنا ما نحتاج دعم اكل وشرب قد ما نحتاج دعم لوجستي. حاليا هاليومين 16 شهيد طيب، وما عدا الجرحى بال 120 جريح.
كيفك على كيفك جاي على كيفك على كيفك على كيفك.